السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد على التحديث، انه اخذت فكره عليه انه التحديث اول شيء طورنا بيت، صار مستوى البيت 24. هسه اشوفكم شلون طوروه مباشره. اول شغله اشوفكم الايتمات الجديد، خزنات للذهب والحديد والاحجار والخشب. تصميم المبنى، هذا تصميم المبنى، تاخذ اكو ايتم مجاني يعطيك اياه، انه طور البيت مباشره يعني بدون ما تنتظر يومين. وخطه هجومهم كذلك. هسه اشرح لكم على منا تاخذ، منا تاخذ العامل المجاني بناء لمده يوم واحد بناء اضافي، ومنا تاخذ العنصر السري المجاني، هذا اللي يخليك تطور البيت يعني مباشره بدون ما تنتظر يومين مثل ما قلت لكم عليها. هنا صار البيت مالتنا مستوى 24. هسه هو اول مرات البيت، وين تروح تطور النحات وتطور مباشره مستودع الاسلحه. مستودع الاسلحه ضافوا لنا بيه اليوم هيرو جديد، الروبوت الالي. هذا الروبوت هسه اشرح لكم عليه، انه اول شغله هو تانك، يعني انه يتحمل ضرب، بطيء بالحركه، دمجه حلو، دمجه 700، يعني هالشي كل زين. ونجاوب لكم هسه، نجاوب لكم انه هجمه بيه لوبوت حتى نشوفكم اياها بالهجمات، انتم راح تقدرون بعدين تنسقون بيناتهم. ان شاء الله ننزل البولت ونزلوها العيال، ما راح ننزل اي عنصر اضافي يعني من المواد اللي عندنا على اليمين، بس نشوف الروبوتات مثل ما تشوفون انه دي يتحمل انضاب كلش عنيف، ودمهم بعد لحد دام فول. ترى نايت زعبولة، صارت عندنا خسارة الجهة اليسرى مثل ما تشوفون انه كلش صارت تتحمل، بس البيت مالته ما يتفلش. تقدرون تشكلون روبوت وبقية الجنود، يعني مو الا مثل ما اساسا كلهم يستخدمون روبوت، لا هاي بس بدي اشوفكم التشكيلة، يعني بدي نجاوبهم. هسه راح يدمر البيت واحسن مسح تام. ايش كلكم تعرفون انه لازم تفجرون البيت وكله يمسح، يعني ما يحتاج موضح اكثر. سوي العودة، خسارة عندنا 4 روبوتات. نرجع لقاعدتنا، نسوي تعزيز حتى يرجع ندرس الزوارق. مثل ما تشوفون انه ناسا كانت ما تقدر تتحمل حلقات 2، هسه تقدر تسوي بالزوارق حلقات 2، لان زادت تساعدهم او تقدر تستخدم روبوتات 2. وهسه اشوفكم السفينة الحربية يعني شنو التغييرات صارت عليها. السفينة الحربية هسه مثل ما تشوفون ذني الايتيمات، قبل كان كنتو ما حد يقدر يستخدم طيارتين، هسه الواحد يقدر يستخدم طيارتين حجم ما الكباسيتي مالتها حجم الوحدة 14، يقدر يستخدم طيارتين. هاي الطيارة يعني انه صحتها كلش عالية، ويعني خلي وراها الايتيمات الجنود مالتك حتى يفجرون البقية بسهولة. هسه خلصنا منها، واذا تحبون نزل لكم فيديوهات على تاج السفينة الحربية بس مصدقين لا المفروض المنافسة ما نصعد المستوى لحد ما واحد يلحق بينا حتى نصعدها، احنا يعني قد مو ذاك الواسم الصدارة بس لحد ما نشوف انه واحد ينافس. مثل ما قلت لكم ارجع اعيد لكم، اول ما طورنا البيت بالايتم الجديد هو مباشرة النحات ومستودع الاسلحة، مستودع الاسلحة كله ضروري. هسه اذكركم نرجع لكم على الايتم الجديد الضايفي اللي هو خطة الهجوم. هذا خطة الهجوم شنو يسوي لك؟ بما انه انت عندك مستودع اسلحة، نقول مثل تطور اي جندي مباشرة عن طريقة تقدر تسوي عن طريق الترقية مباشرة يكمل مثل البيت، يعني بدون ما تنتظر وقت حتى يتطور. الله الله ما تطور على الاسلحة، طور الزوارق على راحتكم، تزيد سعادة الجنود اللي عندكم والهجوم. انصحكم بالتماثيل، اذا عندكم شيء او مشكلة او شيء ما فاهمين باللعبة قلنا بالتعليق، واحنا نحاول نشرح لكم اياها ونسوي لكم